فده اللي بيخليك تاخد القرار ازاي انت ومخك بقى، ازاي انت وعقلك، ازاي انت اللي هتحافظ على اسمك الكبير ده. هتفضل طول عمرك حسام عاشور كويس، خلاص حسام عاشور ده احسن، هتحافظ على حته احسن واحد لعب وكل سنه خد بطولات، ولا هتقول انا عايز لسه جوايا لسه عايز افرج ولادي وعايز افرج نفسي وافرج الدنيا اللي حواليا ان انا جوه الحكايه لسه؟ هيبقى النادي الاهلي بيقول له اطرح علينا واحنا نحقق لك، ودي اخلاق النادي الاهلي وده الدنيا. يعني عشان كده لما بتقعد معاه تقول له تفكر في ايه، عمره ما حد هيقول له معلش انت مش معانا، معلش اصل مستر فايلر المدرب العام قال مش هيستعين بيك. عمر الكلام اللي بيتحط على العناوين دي هو المسؤول، لانهم بيلزموا يعني بيودوا الحكايه لناس تانية، فهمتني؟ يعني قال يعني بشكل احترافي. لا لا لا، هو حسام غالي لما بطل كوره اقسم لك بالله اول واحد انا كنت عايز اجري عليه اقول له اوعى تبطل. في الفتره اللي حسام بطل فيها، هو كان في احسن من حسام غالي في الفتره دي؟ لا، حسام غالي بقى، فهمتني؟ بس هو لقى نفسه مش هيلعب كاس عالم، حاجات وخلاص. كتير بقى اللي بتخش في الدماغ يا محمد، صح؟ سيناريوهات كتير حصلت قدامه، اسمه الكبير، احترافاته، مسؤولياته تجاه اللي حواليه وتجاه نفسه، قرر انه يتكرم تكريم عالمي زي ما حصل كده. ف دي بيمر بيها كل لعيب يا محمد، وبيبقى قرار فيها قرار صعب يعني. وفي ناس كان على التاريخ معايا كان مقدر ليها انها تعتزل سنه 82، حصلت ظروف النادي والكلام من ده، ما اعرفش ايه، اعتذروا سنه 87 وشالوا بطولات وشالوا خمس سنين وشالوا كؤوس لمصر ولانديتهم. فالحكايه في الكوره لا ترحم، لا ترحم حاجه واحده، الاصابات. عندما تصاب لعنة الإصابات دي هي اللي بتخليك تروح في سكك بعيدة قوي، ما كنتش هتحافظ على نفسك وتلم نفسك وترجع وتبقى سايب سابقة في الملاعب ترجعك الناس مستنياك. هي دي، وهقولها لك بسيطة. أنا لما عملت الحادثة كان استحالة ألعب كرة تاني. حصل وعد بيني وبين كابتن صالح سليم، قلت له هرجع بس اسأل الدكتور. قال هيرجع بس ده هيقابل صعوبات، صعوبات جامدة جدا، ومش هيخش قبل سنة الملعب. السنة دي بقى مش عايز أقول لك أنا كنت بعمل فيها إيه، ورجعت لعبت كرة تاني. في النادي الاهلي. وفي النادي ايامها بقى كان في، ما كنتش في حته ثانيه، كنت في النادي الاهلي. والنادي الاهلي انا لا بس اقصد يعني النادي الاهلي صبر عليك. صبر عليا، صبر عليك سنه كامله، صبر عليا، وانا اللي اجبرت النادي الاهلي ان هو يأيدني. لما لقاني كابتن جوهري وانا بجري حوالين الملعب بيقول لهم مين ده؟ قالوا ده شريف عبد المنعم. ف انت فتحت نقطه مهمه قوي يا كابتن شريف على فكره. يعني النادي الاهلي ده. النادي الاهلي صبر عليك. طبعا. وحاول يرجع الكابتن شريف رغم ان هو هيبتعد سنه، والناس اكيد هتبقى فاهمان انا عايز اقصد ايه، بس يعني ايه الكلام واصل ومفهوم. بس النادي الاهلي حس ان في تحدي عند الكابتن شريف. كنت بتمرن ثلاث مرات ثلاث مرات في اليوم ومحدش حاسس بيا، والتزام عندك، اروح حمام السباحه زي ما قال لي الدكاتره في المانيا وفي انجلترا، اطلع مدرجات واعمل تقويات، اخش جيمنيزيوم، واخد الحكايه كلها بهزار، وساحب معايا مزيكا بتاعت روكي ده ولا مش انا قاعد اشحن في نفسي وقاعد واخد الحكايه بهزار، وكل يوم بيعدي ومحدش سابني على فكره. انا والله عايز اقوله جميع الدكاتره كلها بقت تاخدني بحب، وانا عارف ان في عينيهم خساره، كان لعيب كويس يعني، فهمتني؟ كل ده انا عديته، نعمه النسيان اداني ربنا، ونسيت انا عندي ايه اصلا. عارف لما تنسى انت عندك ايه؟ عشت حياتك، تفضل تعرج وانت بتجري، تفضل لغايه اما تلاقي نفسك بتتحسن. لغايه اول ماتش نزلته بشمالي جول بالرجل اللي هي كانت اصيبت جامد يعني بظهري بتاع توك جول يمكن موجود عندكم، وسجدت لربنا وكملت بعدها خمس سنين او بس. جزء من عودتك التزامك. التزام ايه؟ ده مش التزام بس، دي التزامك. القرار بقى اللي هو ايه؟ هتعتزل بقى ساعتها هتبطل، ولا الوعد اللي انا وعدته لنفسي وللنادي الاهلي ان انا ادي له حقه حتى في علاجه ليا. يعني الناس ما وقفتش جنبي، ما اثرتش معايا، ما اثرتش معاك، فلازم انت اصلا تعيش بقى. وربنا اداني برضو لان حس ان انا كان مفروض ابقى حاجه تانية خالص في الكوره من قبل ما تحصل. حس كان عندي احترافات بايرن ميونخ، كان عندي احترافات باوك اليوناني 78 اعتقد، كمان 78 كان اعتقد بايرن ميونخ واخد 76 كاس اوروبا
78 دي خدها ليفربول من بروك البلجيكي. يعني كنا على طول احنا برضو في بؤرة الضوء من احسن الانديه اللي موجوده على القاره. وحصل لغايه 82 ما خدنا بطوله افريقيا، بس هي كانت حادثه بالنسبه لي. فده برضو اختبار من ربنا واختبار من كل حاجه، ويبقى مثل لاي لعيب بيتعور. هترجع يا ندفد، هترجع يا حمدي، هترجع، بس انت اللي بترجع نفسك، انت اللي عارف السكه. يعني شوف التعليمات ايه، وقف ورانا. يعني الاهلي كابتن شريف بيهتم بابنائه،